بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وفيه أيضا أنه قال وشفعني فيه، وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللفظة الواردة في حديث الأعمى وشفعني فيه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن يشفع له أحد عند الله؟ لا، ولكن هذا من قبيل الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء له بالصلاة والسلام عليه هذا دعاء، وطلب الوسيلة له صلى الله عليه وسلم بعد الأذان هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من الشفاعة. الدعاء نوع من الشفاعة، والفائدة تعود إلى الذي يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا دعا له حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون الفائدة عائدة إلى من صلى على الرسول، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وتكون فائدة طلب الوسيلة عائدة إلى الرسول صلى الله عليه عائدة إلى الداعي، لأن الرسول يشفع له يوم القيامة. نعم. يقول: فقوله وشفعني فيه ليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له، وهو معنى الشفاعة. نعم. ولهذا كان الجزاء من جنس العمل، فمن صلى عليه صلى عليه الله، ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له صلى الله عليه وسلم. إذن فتكون الفائدة عائدة إلى المصلي وإلى الداعي للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك الأعمى سأل منه الشفاعة، فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة، وهو كالشفاعة في الشفاعة،
فلهذا قال فشفعه في وشفعني فيه. نعم. وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام على ربه، ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته. نعم، فإنه لما دعا للأعمى رد الله عليه بصره في حاله، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن كرامته على ربه عز وجل، من أجل أن يظهر ذلك للناس. نعم. ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته، فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق. الشفاعة العظمى لأجل إظهار كرامته صلى الله عليه وسلم وإظهار فضله على الأنبياء، ولهذا قال جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه الأولون والآخرون، فتظهر بذلك منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربه. والطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يكون في حياته، سواء حياته في الدنيا قبل موته أو حياته في الآخرة بعد موته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يطلب منه شيء وهو ميت، لا يطلب منه شيء وهو ميت، كسائر الأموات لا يطلب منهم شيء، لأنهم لا يقدرون على شيء، انقطعت أعمالهم الدعاء وغيره. نعم. فلا يطلب من الأموات شيء، لا الأنبياء ولا غيرهم. نعم. فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق، ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول فشفعه في وشفعني فيه، بخلاف قوله وشفعني في نفسي، فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب. حتى ولو ثبت وشفعني في نفسي، فمعناه اقبل دعائي لنفسي، شفعني في نفسي أي اقبل دعائي لنفسي، فليس فيه محذور أيضا. نعم. وقوله وشفعني فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان، عثمان بن عمر وروح بن عبادة، وشعبة أجل من روى هذا الحديث. ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجه. رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة، ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سيار عن عثمان بن عمر، وقد رواه أحمد في المسند عن روح بن عبادة عن شعبة، فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث، مع أن قوله وشفعني في نفسي إن كان محفوظا مثل ما ذكرناه، وهو أنه طلب أن يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين. نعم. فهو شفعني لنفسي أي اقبل دعائي لنفسي، لأن الدعاء شفاعة، فإذا دعوت الله لنفسك قد شفعت لنفسك، لكن إذا اجتمع مع دعائه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أحرى بالإجابة، وإن انفرد هو يدعو لنفسه هذا كسائر الداعين والسائلين، إن شاء الله قبل، وإن شاء إذا توفرت شروط الإجابة استجاب الله له، وإن اختل شرط منها لم يستجب له. نعم. ولو لم يدع له النبي صلى الله عليه وسلم كان سائلا مجردا كسائر السائلين، ولا يسمى مثل هذا شفاعة، وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر، بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره. فهذه الزيادة الشفع ضد الوتر والفرد، الشفع ضد الفرد، فالذي يدعو منفردا
هذا يسمى وترا، والذي يدعو ويدعو معه غيره له هذا يسمى شفعا، بمعنى أن الاثنين اشتركا بالدعاء لهذا الشخص، فهذا معنى الشفاعة. الشفاعة أن ينضم إلى الداعي داع آخر يدعو له، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فهذا معنى الشفاعة في اللغة، من الشفع ضد الوتر، وهذا بحث لغوي. نعم. فهذه الزيادة فيها عدة علل، انفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه، وإعراض أهل السنن عنها، واضطراب لفظها، وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة، ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها، إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان. هذا تعريج على قصة عثمان بن حنيف مع الرجل الذي كان يطلب من عثمان رضي الله عنه حاجة، وعثمان لا يلتفت إليه، فلما عرض ذلك على عثمان بن حنيف قال له: اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واطلب لنفسك، ادعو لنفسك واطلب من النبي أن يدعو لك. ففعل الرجل، فاستقبله عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه قصة، وهذه يقول الشيخ إنها فيها مطاعن. أولا أن إسنادها لا يصح، إسنادها لا يصح، ولذلك أعرض عنه الحفاظ لأن لفظها لا يصح، وما دام كذلك فإنها لا اعتبار لها. ثانيا لو صحت فإن هذا فعل صحابي، اجتهاد من صحابي، والصحابة قد يخطئ أحدهم في اجتهاده، هم وغيرهم سواء في الاجتهاد، لكن إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه مجال، لكن إذا كان هذا عن اجتهاد منهم فهو محل نظر، إن وافق الدليل يقبل، خالف الدليل لا يقبل، من الصحابة ومن غيرهم. وسيذكر لكم الشيخ نماذج من اجتهادات الصحابة التي خالفوا فيها الدليل فلم تقبل عند أهل العلم، سيذكر لكم نماذج من هذا. فإن صح عن عثمان بن حنيف أنه أمر هذا الرجل أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اجتهاد منه وقياس منه على حال الوفاة في حالة الحياة، وهذا غير مسلم، وعثمان أخطأ في هذا كما يخطئ غيره من المجتهدين. وليس في هذا تنقيص من قدره وصحبته رضي الله عنه، وإنما هذا شيء يقع لغيره من الصحابة، يجتهدون ويخطئون. نعم. إذ الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه. إذا روى الصحابي حديثاً ثم أفتى بخلافه فإنه يؤخذ بما روى لا بما رأى، لا بما رأى، هذه قاعدة، الحجة بما روى لا بما رأى، فهذه الرواية هذا الرأي يخالف، هذا الرأي يخالف الروايات الصحيحة في أنه لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء بعد وفاته. نعم.
ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، كان هذا كلاما باطلا، مع أن عثمان ابن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا أن يقول فشفعه في، ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه، وإنما أمره ببعضه. نعم كما سبق. نعم. وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، ولا ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موته فشفعه في لكان كلاما لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان. نعم. والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والذي أمر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان عثمان أمر الرجل أن يذهب إلى القبر فهذا لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اجتهاد عثمان وهو مخالف للدليل، والاجتهاد إذا خالف الدليل لا يقبل، حتى اجتهاد الراوي إذا خالف ما روى لا يقبل، لأن الحجة بما روى لا بما رأى، هذه قاعدة معروفة. نعم. ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن أحد الصحابة في حسن العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات. نعم، ورد عن الصحابة نماذج في اجتهاداتهم المخالفة للدليل فلم تقبل، وهذا منها، إن ثبت عن عثمان بن حنيف إن ثبت فهو من الاجتهاد المخالف للدليل فلا يقبل. نعم. ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في حسن العبادات. عن آحاد الصحابة، أما ما ثبت عن الصحابة جميعا فهذا معصوم، لأن إجماعهم حجة، لكن الكلام ما ورد عن الآحاد منهم فهو غير معصوم. نعم. كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في حسن العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة. يجب إذا كان اجتهاد الصحابي يخالف الدليل فإنه لا يقبل، وكذلك إذا خالفه صحابي آخر فإنه أيضا لا يقبل، لأن ليس أحدهما بأولى بالقبول من الآخر، ولذلك قول الصحابي حجة أو أصلا من أصول الأدلة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، فإن خالفه غيره من الصحابة فليس بحجة، هذه قاعدة عند الأصوليين. فمن شرط قبول قول الصحابي أن لا يخالفه غيره من الصحابة، وسيذكر لكم نماذج من هذا من اجتهادات وقعت من بعضهم ولم يوافقه عليها كبار الصحابة، مثل ما حصل من ابن عمر، مثل ما حصل من عمر نفسه، ما حصل من أبي بكر في مسألة فسخ الحج إلى العمرة، اجتهادات. نعم. وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايتها أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول. فأقوال الصحابة تعرض على الكتاب والسنة كغيرهم، ما وافق الدليل يؤخذ به، وخالف الدليل لا يقبل. نعم. ولهذا نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ هذا من اجتهاده رضي الله عنه،
كان يرى أن إسباغ الوضوء منه أن يدخل الماء في عينيه، حتى أثر ذلك على عينيه. فهذا اجتهاد انفرد به ولم يوافقه عليه كبار الصحابة، وإذن هو مخالف للأدلة. نعم. ويأخذ لأذنيه ماء جديدا. كذلك من اجتهادات ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا توضأ ومسح برأسه يأخذ للأذنين ماء جديدا غير بقية الذي مسح به رأسه، وهذا أيضا لا يوافق عليه. والحديث الوارد في ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذنين من الرأس فيمسحهما ببقية ما مسح به رأسه من البلل. هذا هو الصحيح. نعم. وإن كان في متن الزاد وأخذ ماء جديد للأذنين، يعتبر هذا من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، هذا ليس بصحيح. الأذنان من الرأس فيمسحان بما يمسح به الرأس، هذا هو الصحيح. والحديث الذي ورد في هذا وذكره صاحب البلوغ أخذ ماء جديد للأذنين، هذا غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء. كذلك من الاجتهادات التي لبعض الصحابة ما كان أبو هريرة يفعله. أبو هريرة روى حديث إن أمتي يوم القيامة يؤتون غرا محجلين من آثار الوضوء، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وكان رضي الله عنه يزيد في غسل رأسه، يزيد ويغسل من الرأس إطالة للغرة، وأيضا يزيد في غسل اليدين إلى العضدين، يغسل العضدين رضي الله عنه لأجل إطالة الغرة. وهذا مخالف، هذا مخالف للدليل. الله جل وعلا قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، فحدد سبحانه وتعالى المقصود لا يزاد عليه، لا يزاد عليه. فهذا اجتهاد من أبي هريرة، وذكره مع الحديث من باب الإدراج، فمن استطاع، هذا مدرج من كلام أبي هريرة. نعم. وكذلك كان أبو هريرة يمسح عنقه مع الرأس، هذا زيادة. الله جل وعلا قال: وامسحوا برؤوسكم، والعنق ليس من الرأس. نعم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل، الغل هو موضع الغل، يعني اللي يغل به الكفار يوم القيامة إذ الأغلال في أعناقه. نعم. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: وإن قال بعض العلماء بما فعله ابن عمر وما فعله أبو هريرة فإنه غير مقبول عند المحققين، لأنه لا دليل عليه. نعم. وخالفهم في ذلك فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا كما يتوضأ أبو هريرة. نعم. والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين، ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ولا مسح العنق. كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لا أخذ ماء جديد للأذنين ولا إطالة الغرة والتحجيل ولا مسح العنق. نعم. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وإنما هذا من كلام أبي هريرة راوي الحديث. نعم. بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث، والمدرج ما كان من كلام الراوي يذكر مع الحديث، إما شرحا له إما شرحا له أو غير ذلك، هذا يسمونه المدرج، ما كان من كلام غير الرسول وهو مذكور مع كلام الرسول. نعم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، وكان صلى الله عليه وسلم تأتون غرًا محجلين، الغرة في الوجه والتحجيل في الأطراف في اليدين والرجلين من آثار الوضوء، ولم يقل فمن استطاع أن يطيل، هذا من كلام الراوي. نعم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق. قال أبو نعم لأن الكعب يغسل، وكذلك المرفق يغسل، فالمرفق داخل في اليدين والكعب داخل في الرجلين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وكان يغسل الرجلين حتى يشرع في الساق، يدخل الكعب مع المغسول، وهذا هو الوحيد الذي دخلت فيه الغاية في المغيى، فتكون مع فتكون إلى بمعنى مع، إلى المرافق يعني مع المرافق، إلى الكعبين يعني مع الكعبين، فإلى هنا بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، فإلى تأتي أحيانا بمعنى مع. نعم. والذي دل على هذا التفسير هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل المرفقين ويغسل الكعبين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق، يشرع حتى يشرع في العضد والساق. نعم. قال أبو لا أنه يغسل العضد ولا أنه يغسل الساق، وإنما معناه أنه يشرع فيهما، بمعنى أنه يغسل أسفل الساق مع الكعب، ويغسل أول العضد مع المرفق. نعم. قال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة. نعم. والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله، لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس. فرق بين الرأس والوجه، الوجه حددوه بأنه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذه حدود الوجه، فلا يدخل شيء من الرأس مع الوجه، ففعل أبي هريرة لا يوافق عليه، لأن الرأس لا يدخل مع الوجه. نعم. وكذلك لا يدخل العضد والساق مع غسل اليدين والرجلين، والذي فسر هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة،
والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله ولا يبقى منه شيء، فلا يقال أطال وجهه، الغرة في الوجه فقط وليس شيء من الرأس يكون من الوجه. نعم. والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله، لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثله. يعني التحجيل إنما يكون في مواضع الوضوء، يعني بياض ونور يكون في مواضع الوضوء، ولا يمكن إطالته وإدخال شيء ليس من أعضاء الوضوء فيها، هذا لا يمكن. نعم. بل فيه تشويه، فيه تشويه. نعم. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما. انتهى الآن من التعليق على فعل أبي هريرة رضي الله عنه كمثال على أن اجتهاد الصحابي إذا خالف الدليل فإنه لا يعمل به. نعم. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل مواضع منزله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ونحو ذلك. ابن عمر رضي الله عنه لحرصه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما فعله النبي من باب العادة، من باب العادة لا من باب العبادة، فكان يفعل الأشياء التي فعلها النبي من باب العادة والاتفاق، فكان ينزل في منازل النبي صلى الله عليه وسلم في البر إذا سافر، وكان يتوضأ في المكان الذي توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إلى أنه صب الماء على الشجرة كما صب النبي صلى الله عليه وسلم عليها فضل وضوئه، وكأنه ليسقيها، فهذا من باب العادات، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة، وإنما فعله من باب العادة، مثل الجلوس والقيام والمشي والأكل والنوم، هذه عادات، هذه من العادات لا تدخل في التشريع. لكن من شدة حرص ابن عمر رضي الله عنه على الاقتداء والاتباع كان يصل إلى هذا الحد، وهذا لا شك أنه مبالغة، هذا مبالغة، لم يفعله أكابر الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكونوا إذا سافروا ما ينزلون إلا في المنازل التي نزل فيها الرسول، ولا كانوا يتوضأون في المكان الذي توضأ فيه الرسول، إنما يعتبرون هذا من باب العادة، الرسول لم يقصده، وإنما وقع اتفاقا منه صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ ومعاذ بن جبل وغيرهم. لم يفعل من هم أجل من ابن عمر، ما كانوا يفعلون هذا، أبوه عمر وقبله أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأكابر الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، فهذا شيء انفرد به ابن عمر اجتهادا منه رضي الله عنه، فلا يوافق عليه. نعم. كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر. هذا فيه رد على الخرافيين الآن الذين يقولون أحيوا آثار الرسول، أحيوها، كل مكان نزل فيه الرسول ابنوا عليه علشان أنه يعرف ويتبرك به وفي النهاية يعبد من دون الله كما حصل للأمم السابقة مع آثار أنبيائها، فهذا فيه رد، كلام الشيخ هذا فيه رد على الخرافيين، أن فعل ابن عمر رضي الله عنه هذا اجتهاد منه لا يستدل به على المشروعية لأنه مخالف للأدلة
ومخالف لفعل أكابر الصحابة الذين هم أجل من ابن عمر كأبيه وأبي بكر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار. نعم، معاذ بن جبل وابن مسعود. نعم، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم علماء الصحابة. فابن مسعود من أكبر علماء الصحابة، معاذ بن جبل، ابن عباس، هؤلاء علماء الصحابة ما كانوا يعملون هذا. نعم، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر، ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. نعم، الصحابة حريصون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته، فلما لم يفعلوا ما فعله ابن عمر دل على أن هذا غير مشروع. كونهم تركوه دل على أن هذا غير مشروع. نعم، وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة. هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، هذا لا يعتبر تشريعا ولا يطلب الاقتداء به فيه. هذا النوع. النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة، فهذا هو الذي نقتدي به ونحرص عليه. فإذا نزل منزلا أو قصد مكانا للعبادة فيه نقتدي به بذلك. أما إذا نزل منزلا لا من باب العبادة وإنما هو للاستراحة أو النوم أو ما أشبه ذلك، أو جلس يأكل في مكان، فهذا ليس تشريعا للأمة. يجب الفرق بين أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي من باب العادة والتي هي من باب العبادة. نعم، وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة. قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على من باب الحاجة، من باب الحاجة والعادة لا من باب العبادة، اختفاؤه في غار ثور، هذا للحاجة ما هو للعبادة، هذا للحاجة من أجل أن يختفي عن المشركين. كذلك اختفاؤه في غار حراء قبل البعثة هذا من باب الحاجة، من أجل أن يبتعد عن المشركين ولا يرونه، فهو فعله من باب الحاجة، بدليل أنه لم يفعله بعد البعثة. ما كان يذهب إلى غار ثور ولا كان يذهب إلى غار حراء، دل على أن هذا غير مشروع، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له في وقته إنما هو للحاجة فقط. نعم، وإذا قصد تخصيص مكان أو كذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب إلى اللي يسمونه دار المولد، ما راح يبحث عن المكان الذي ولد فيه ويتعبد فيه كما يفعله الخرافيون. ما كان الرسول يبحث عن المكان الذي ولد فيه في مكة ويتعبد فيه، وإنما الخرافيون هم الذين أحيوا هذا، وأيضا هو لم يثبت المكان الذي ولد فيه، إنما هذا من باب التخرص. لكن لو ثبت الرسول ما راح إليه ولا أحياه ولا أمر بأن يتعاهد، بل إنه لما سئل عليه الصلاة والسلام هل تنزل في دارك غدا، داره اللي كان في مكة قبل الهجرة هل تنزل فيها، قال ما ترك لنا عقيل من رباع أو دور، باعها عقيل بن أبي طالب. فلو كانت داره يعتنى بها وتبقى لما باعها عقيل، ولما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على بيعها. نعم، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك. إذا خص مكانا أو زمانا للعبادة خصصناه بذلك، يعني هذا تشريع.
لأن هذا من باب التشريع. نعم، كما أنه صلى في بيت عتبان بن مالك من أجل أن يصلي فيه عتبان فيما بعد، وكما صلى في بيت كما صلى في بيت أم أنس بن مالك، أم سليم أم أنس بن مالك صلى فيه لأجل أن تصلي في هذا المكان، فهو قصد هذا للعبادة، فإذا يصلى فيه المكان الذي قصده للعبادة يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيه. وأما الذي صلى فيه مصادفة مثل صلواته في الطرقات، يعني في الأسفار، في البقاع التي صلى فيها في الأسفار، هذه ما فعلها من باب تخصيصها دون غيرها، وإنما لأنها أدركته الصلاة فيها فصلى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ففرق بين ما يفعل من باب العادات أو من باب العبادات، لكن هؤلاء لا يفقهون ولا يعقلون. نعم. وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك. نعم، الرسول كان يصوم يوم الاثنين، خص يوم الاثنين بالعبادة، نصوم مثل ما صام. وكذلك الست من شوال حث على صيامها، الاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، يوم عاشوراء، يوم قبلها ويوم بعد، عشر ذي الحجة، فهذه خصها، أزمنة خصها النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة، نحن نخصصها. أما أن نخصص أزمنة للعبادة لم يخصصها الرسول فلا، لا يجوز هذا. نعم. كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة. نعم، هذا قصد عبادة، عبادة فنحن نفعل، استلم الحجر وقبله فنحن نستلم الحجر ونقبله، واستلم الركن اليماني نحن نستلمه، ولم يستلم الركنين الشاميين فنحن لا نستلمهما، نحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، فما فعله من باب العبادة فعلناه اقتداء به صلى الله عليه وسلم. نعم. كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يلتمس الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، يذهب إلى مقام إبراهيم ويجعله بينه وبين الكعبة ويصلي بعد الطواف، عملا بقوله تعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. وكان يتحرى الصلاة خلف أسطوانة مسجد المدينة، عمود في المسجد المدينة، كان صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، هذا خصه الرسول بالعبادة فنحن نقتدي به فيه. نعم. وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك. نعم، ولما سعى بين الصفا والمروة صار يصعد على الصفا والمروة، فهذا عبادة، صعوده عليها عبادة، لكن صعوده على بقية الجبال هذا ليس عبادة. صعود الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صعد على جبل هذا ليس من باب العبادة. نعم. وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. وكذلك وقف بعرفة وبات بمزدلفة وبات في منى ونزل فيها، نحن نقتدي به، لأنه قال: خذوا عني مناسككم. نعم. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده، هذا القسم الثاني اللي يتعلق به الخرافيون. نعم. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه، وإنما نزل فيه للراحة أو للنوم أو للأكل. نعم. فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين.
بل هذا لأن هذا ليس محل اتباع واقتداء. نعم. هم متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عمر التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب. نعم، عمر بن الخطاب لما رأى ناسا يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان يصلون عندها أمر بقطعها، لأن هذا ليس محل للصلاة، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل تحتها وبايع تحتها، لكن هذا من باب العادة، ما خص الشجرة هذه لأنها فاضلة أو لأن لها مزية على الشجر، وإنما استظل بها كما يستظل بغيرها. نعم. بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد قال: كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمر. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى في هذا المكان الذي كانوا يتطلعون إليه، إنما صلى فيه مصادفة وأدركته الصلاة فيه وصلى فيه، فلا يتخذ متعبدا في المستقبل. هذا طريقة بني إسرائيل، وهذا من الغلو، وهذا من وسائل الشرك. ولو أننا تتبعنا المنازل والأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وغزواته لبنيت الأرض كلها التي وطئتها أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أحد فعل هذا من الأمة، دل على أن هذا من المزايدات والغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان، وبالتالي يؤول إلى الشرك لأنه يتبرك في هذه الأمكنة. نعم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة. الرسول ما قصد هذا، ما قصد هذا المكان لخاصيته، وإنما صلى فيه لحاجته إلى ذلك، فهم لاحظوا صورة الفعل ولم يلاحظوا القصد، لم يلاحظوا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه ما قصد المكان لذاته لأجل العبادة فيه، وإنما قصد أداء الفريضة وهو يسير في الطريق، فهم ما لاحظوا القصد، إنما يأخذون صور الأفعال بدون تفصيل. نعم. رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها. نعم، تركوا دينهم أهل الكتاب، لما تتبعوا آثار أنبيائهم تركوا دينهم ووقعوا في الشرك والغلو والعياذ بالله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. نعم. من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: وإياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب. وهذا من تتبع الآثار التي لم يقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جلس فيها أو صلى فيها أو نام فيها مصادفة للاستراحة أو للحاجة، من تتبع هذا فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة فقط، وأما في القصد فإنه اقتدى باليهود والنصارى في تعظيم مآثر أو آثار أنبيائهم. نعم. ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة،
ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب، وهذا هو الأصل. نعم، الذي يقول أنا بصلي بالمكان الذي صلى فيه الرسول أو المنزل أو أبني عليه، هذا من التشبه بالرسول. نقول هذا تشبه بصورة الفعل فقط، وليس تشبها بمقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما قصد هذا بتخصيص، فأنت أخذت جانبا وتركت الجانب المهم. نعم، وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحباباً، هل فعلها استحباباً أو لحاجة عارضة، تنازعوا فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته إذا قام من السجود إلى الركعة يستريح قليلاً، يستريح قليلاً بعد رفعه من السجود ثم يقوم عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء هل فعل هذه السنة جلسة استراحة، اختلف العلماء هل الرسول فعلها من باب العبادة تكون سنة، أو فعلها لأنه احتاج إليها في آخر حياته لما ثقل عليه الصلاة والسلام فتكون من باب الحاجة لا من باب العبادة. على قولين للعلماء في جلسة الاستراحة. نعم، ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحباباً أو يعني إذا قام إلى الثانية أو قام إلى الثالثة، إذا قام إلى الثانية أو قام إلى الرابعة، إذا قام إلى الثانية أو قام إلى الرابعة كان يجلس جلسة خفيفة يستريح فيها، هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التشريع يكون سنة، أو فعله من باب الحاجة فيكون مباحا، لمن احتاج إليه يفعله ومن لم يحتاج إليه لا يفعله. نعم، جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة، تنازعوا فيها. وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه هل فعله لأنه كان أسمح بخروجه أو لكونه سنة، تنازعوا في ذلك. نزوله بعد الحج في المحصب لما نزل لما نفر من منى بعد رمي الجمرات من اليوم الثالث عشر، نفر من منى قبل صلاة الظهر ونزل في المحصب وهو الأبطح، نزل فيه وصلى الظهر، هل الرسول فعل هذا لأنه أيسر له للذهاب إلى المدينة، هذا أيسر للذي يذهب إلى المدينة، أو أنه فعله من باب العبادة فيكون من سنن الحج؟ اختلفوا في هذا. نعم، ولهذا بعضهم يقول استحب التحصيب لأنه يراه أن هذا من باب العبادة، بعضهم يقول لا يستحب لأن هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة، لأنه أيسر له عندما يطوف للوداع أيسر له للسفر إلى المدينة. نعم، ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الذي لا يوافق عليه فعل ابن عمر أنه كان يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويمسح به وجهه، ولم يفعل هذا أكابر الصحابة، فهذا ممن فرد به ابن عمر ولا يوافق عليه. نعم، وتعريف ابن عباس بالبصرة. نعم، ومما لا أصل له وهو اجتهاد من أحد الصحابة تعريف يوم عرفة، يجتمعون في المسجد ويدعون مثل ما يدعو الحجاج في عرفة، هذا ليس له دليل، وإن كان ابن عباس فعله، وإن كان ابن عباس فعله، فلما لم يكن عليه دليل فإنه لا يعمل به، فهو من اجتهاد الصحابي الذي لا يوافق عليه. نعم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو ابن حريث بالكوفة. نعم، وتعريف عمرو بن حريث بالكوفة، مدينتان في العراق،
وهذا عمل لا يوافقون عليه. نعم. فإن هذا لم يفعله سائر الصحابة. نعم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أنهم يوم عرفة يجتمعون في المساجد ويدعون الله كما يفعل الحجاج، لا فعله ولا أمر به صلى الله عليه وسلم. الناس حجوا في السنة التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لم يحج ولم يفعل هذا ولا أمر به، ففعل ابن عباس وعمر بن حريث له لا يوافقان عليه. نعم. لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد لا ينكر فيه لأنه فعل عن اجتهاد، لكن لا يقال أنه مستحب ويفعله المسلمون. نعم. بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحياناً لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة، أو يقال إنه إذا فعل بعض الأحيان ولم يداوم عليه كل سنة إنه لا بأس به، ولكن الصحيح إنه لا يستحب مطلقاً لأنه لا دليل عليه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله من فعله من الصحابة من باب الاجتهاد. نعم. وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله. هذا كله سياق الشيخ لهذه الوقائع من اجتهادات الصحابة كله من أجل اجتهاد عثمان بن حنيف في كونه أمر الرجل أنه يذهب إلى القبر، فهذا من اجتهاد عثمان لو صح عنه ذلك، من اجتهاد عثمان بن حنيف الذي لا دليل عليه ولا يوافق عليه. نعم. وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة. نعم. ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. نعم. وإنما يقال هذا اجتهاد يقتصر على من فعله، وأما أنه يكون سنة لبقية المسلمين فلا. نعم. ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع. ليس لغير الرسول أن يسن ولا أن يشرع إلا الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسنوا وجعل سنتهم من سنته صلى الله عليه وسلم، وغيرهم لا. نعم. إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه. قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. خلفاء الراشدين الأربعة فقط، لأن الرسول أمرهم أن يسنوا للناس، فسنتهم سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم فلا. يقال اجتهاد، ما يقال سنة، يقال اجتهاد يخطي فيه ويصيب. نعم. ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه. نعم. الدين لا يكون فيه حكم شرعي، الأحكام خمسة: واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح، هذه الأحكام الشرعية لا يكون منها حكم إلا بدليل من الكتاب والسنة. نعم. وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو وهكذا الاجتهاد في الاستباحات، بعض الصحابة اجتهد في استباحة أشياء مثل
فعل أبي طلحة الأنصاري أنه كان يأكل البرد وهو صائم ولا يرى أنه ماء، ما يرى أنه ماء، هذا اجتهاد منه. نعم. وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم، واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. نعم، في من يؤخر السحور من الصحابة إلى قبيل طلوع الشمس، وهذا اجتهاد منه لا يوافق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ويخرج لصلاة الفجر، وسئل الراوي كم بين سحوره وإقامته، قال مقدار 50 آية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسحر قبل طلوع الفجر، حملا بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن جاء أحد ومدد السحور إلى قبيل طلوع الشمس من الصحابة فهذا اجتهاد منه لا يوافق الدليل، هذه نوادر تقع. نعم. هذا كله تقرير على أن ما فعله عثمان بن حنيف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت عنه فهو اجتهاد منه كهذه الاجتهادات التي لا توافق الدليل. نعم. وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة. نعم، فإن تنازعتم في شيء، هذا خطاب لجميع الأمة من الصحابة وغيرهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول هو الرد إلى السنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك الكراهية والتحريم، مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت. نعم، ابن عمر هذا يكره الطيب يوم العيد، عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يكرهان التطيب للمحرم إذا رمى الجمرة وذبح هديه وحلق رأسه حتى يطوف بالبيت، حتى يكمل أربعة المناسك. هذا اجتهاد منهما، النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الطواف بالبيت، قالت عائشة رضي الله عنها أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني يوم العيد. نعم، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن كيفية التفريق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة أو فعله عبادة، هل هناك أمور معينة يفرق بها بذلك؟ نعم، ما قصده وذهب إليه، ما قصده وذهب إليه هذا يدل على أنه عبادة، أما ما وقع منه مصادفة ولم يقصده فهذا من باب العادة. نعم. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إطالة شعر الرأس بالنسبة للرجل هل هو من السنة أم ليس من السنة؟ وهل ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله قال لو كنا نستطيع أن نحافظ عليه لتركناه؟ من أطال شعره على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعرف السنة وأطاله بناء على سنة الرسول وعمل فيه مثل ما يعمل الرسول فهذا سنة، أما من أطاله اقتداء بالكفار اقتداء بالفساق واقتداء بالمبتدعة فهذا لا يعتبر سنة، العبرة بصفة الفعل، الذي يعرف سنة الرسول ويطبقها هذا السنة، أما الذي لا يعرف سنة الرسول وإنما يشوف الناس عليهم شعور وعليهم رؤوس طويلة ولا يفرق بين السنة والعادة هذا لا. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نستطيع أن نقول إن شرب النبي صلى الله عليه وسلم لماء زمزم بعد فراغه من الطواف
يعد من باب العادة وليس العبادة؟ لا، ما أحد قال هذا، هذا من باب السنة، هذا قصده النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، حتى على الشرب من ماء زمزم أو سنة، هم من باب العادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل السير الذين كتبوا في مناقب الإمام أحمد رحمه الله يجعلون من مناقبه أنه اختبأ زمن المحنة 3 أيام ثم طلب التحول، فلما سئل عن ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في غار ثور 3 ثم خرج، فما هو التوجيه في ذلك؟ لا أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا، يحتاج إلى تثبت. نعم، ما أظن الإمام أحمد أن يختبي ويترك الصلاة في المساجد، هذه خلوة الصوفية، أظن أن يختبي ويترك الصلاة في المساجد ويترك دروس العلم ويترك طلابه، ما أظن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من رأيناه يفعل فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرف كما عرف ابن عباس، هل ينكر عليه ويقال إن فعله بدعة؟ مقعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى الآن، احترق المنبر ولا يوجد منبر الرسول، ما يوجد الآن، هذه منابر أقيمت على مكان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمقعده زال عليه الصلاة والسلام، ولو كان باقياً فإنه لا يشرع تمسح به ووضع اليد عليه، وإنما هذا من اجتهادات ابن عمر وحرصه على الاقتداء، ولم يوافقه عليه أكابر الصحابة. وأما التعريف فلا أرى أنه يعمل، لأنه إنما فعله بعض الصحابة، والجمهور والجل ومن الصحابة الكبار لم يعملوا هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اتبع بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم كصعود جبل النور لا لقصد العبادة بل بقصد معرفة ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من التعب والمشقة، فهل هذا من تتبع آثار الأنبياء وهل يعد بدعة؟ أي نعم، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يذهبون إلى جبل النور، ما كان الصحابة من بعده يروحون يشوفون ما فعله الرسول وتكبر من المشقة، ولأن هذا يفتح باب للجهال، فإغلاق هذا الباب لا شك أنه أحوط وأبرى للذمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عنها بعض الإخوة، هل هي من السنة أو من العادة؟ الحجامة عند الحاجة إليها، هل فعل؟ هذا من باب التداوي، والتداوي مباح، تداوي من الأمور المباحة. طب نعم. التكحل بالإثمد. نعم، التكحل سنة، التكحل بالإثمد سنة، وفيه أيضا فائدة للبصر. نعم. التطيب هل يعد من السنة؟ لا شك، من سنن الأنبياء التطيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة ولو لم يمس طيبا، لكنه كان يتطيب ويحث على الطيب، يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة الطيب. نعم. يقول أكل الدباء حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، هذا من المباحات، أكل الدباء من المباحات، مثل الحجامة ومثل الكي ومثل. نعم. يقول وكذلك كان أنس يحب الدباء ويتتبعه، هل هذا من السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من الاقتداء به في المباحات، من الاقتداء في المباحات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر الأخذ، ما معناه أنه يوجر على هذا، إلى أكل الدب يوجر، هذا من المباح اللي أباحه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة من الاجتهادات التي يوافق عليها ابن عمر رضي الله عنه، وهل يعد هذا أمرا يعذر فيه بالاجتهاد؟ أولا، ما كان ابن عمر يعمل هذا دائما، وإنما يعمله إذا تحلل من حج أو عمرة، من النسك فقط،
اجتهادا منه رضي الله عنه، ولم يوافق على هذا. ما كان دائما يتعاهد لحيته حاصرة يضرب عليها حصار ولا يخلي شيء منها يطلع ولا يطول عن القبلة، لا، ما كان ابن عمر يفعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك، لكنهم يحبون الاقتداء بابن عمر ما يوافق أهواءهم، ولا يوافقون ابن عمر على العبادة العظيمة والصيام، وما يقول نبي نقتدي بابن عمر في صلاته وفي صيامه وفي تعبده رضي الله عنه، إنما يأخذون الشيء اللي يوافق هواهم فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتيمم وفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ضربتين، الأولى للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين، فهل فعله هذا من باب الاجتهاد، وهل له موافق من الصحابة؟ إلى المرفقين لا، وأما ضربتين فلا بأس، الأفضل أنه يكون ضربة واحدة، وإذا ضرب ضربتين واحدة للوجه واحدة للكفين فلا بأس، أما إلى المرفق لا. نعم. يقول اليدين في هذا المراد بهم الكفان فقط، الكفان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك مرجحات بين أقوال الصحابة إذا تعارضت أقوالهم؟ مرجحات ما الدليل، ما وافق الدليل فإنه هو الذي يؤخذ به، وما لم يوافق الدليل فإنه يترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، ما يرجح شيء إلا بدليل. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الصحابي أو فعله إذا خالفه تابعي وكانت الحجة مع التابعي، هل يرد بذلك قول الصحابي؟ نعم، إذا اتضح الدليل، إذا اتضح الدليل فإنه يؤخذ بالدليل في أي وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شوف، هو الأدلة أولا الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، رابعاً القياس الصحيح، خامساً قول الصحابي، قول الصحابي. نعم، وأدلة أخرى الاستصحاب والمصالح المرسلة، وفيها أدلة أخرى مختلف فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشكل علي قاعدة وهي الحجة بما رواه الصحابي لا بما، يقول يشكل علي قاعدة وهي الحجة بما رواه الصحابي لا بما رآه، وهي أن الصحابي أعلم، وهي أن الصحابي أعلم بروايته من غيره. هذا قالوه، لكن ما هو صحيح، ما هو بلازم أن يصير أعلم من غيره، قد يكون يروي حديثا ويفهم منه شيء ويفهم غيره منه فهما أصح من فهمه. نعم. فوق كل ذي علم عليم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما سبب تسمية المبتدعة وبعض الفرق الضالة بالخرافيين، فما معنى كلمة خرافي؟ خرافة ما التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، هذه الخرافة، خرافة التي تعتبر يعتبرونها من الدين وهي ليست منه، سمها خرافة، سمها بدعة، سمها ما تريد، المهم أنها ما هي من الدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شبه علينا شخص يكتب في الصحف ظهر في هذه الأيام، يقول إن أهل السنة يشددون على المبتدعة، وأن هذا أمر خطأ، وأن هناك فرقا بين البدعة والمبتدع، فالبدعة هي التي يشنع عليها، أما المبتدع فهو أخ لنا له ما لنا من حقوق شرعية، فهل هذا القول صحيح؟ هذا ما هو صحيح، المبتدع يهجر، المبتدع عند أهل السنة يهجر حتى يتوب إلى الله عز وجل، ولا يجالس ولا يصاحب حتى يتوب إلى الله عز وجل، وكون يجي واحد يموع هذا لا يلتفت إليه، البدع لا يتساهل فيها، ولا يتساهل في شأن المبتدعة، قال إخواننا نحن نهجره، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر الصحابة الذين تخلفوا أو خلفوا عن غزوة تبوك حتى تابوا إلى الله، فكيف لا يهجر المبتدع؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كلما ذهبت إلى المدينة هل يشرع لي أن أذهب إلى شهداء أحد وغير ذلك كالبقيع، وهل يشرع لي أن أصلي عند الأسطوانة، وهل هي موجودة الآن؟ لا أعرفها الأسطوانة، أنا لا أعرفها، وأما
الذهاب إلى البقيع إذا سلمت أول مرة يكفي، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إذا سلمت أول مرة يكفي، لا تتردد عليه ولا تتردد على البقيع ولا تتردد على الشهداء، سلم مرة واحدة ويكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت إحدى الداعيات أفتت بأنه لا يجوز ذهاب النساء للمسجد لأجل الصلاة على الجنازة لأن ذلك بدعة لا أصل له، فهل هذا القول صحيح؟ بدعة لأن ما تعرف، لأن ما تعرفه، عندنا اللي ما تعرفه يصير بدعة. لا، المسلمات كنا يصلينا على الجنائز منفردات ويصلينا مع الرجال ويكن خلف الرجال، وما زال الأمر على ذلك عند المسلمين، فلا مانع أن تذهب للمسجد إلى مكان خاص للنساء أو تكون خلف الرجال وتصلي على الجنازة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو القول الراجح في جلسة الاستراحة، هل هي سنة أو مباحة؟ القول الراجح أنها مباحة للحاجة، إذا احتاج إليها فإنه يفعلها، وإذا لم يحتاج إليها فإنه لا يفعلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث الذي قرئ أنه قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا سمع النداء، فهل يقال هذا الدعاء حين يسمع المرء الأذان أم إذا انتهى الأذان؟ لا، بعد ما ينتهي الأذان، وقت سماع الأذان يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول لفظة لفظة، إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا فرغ المؤذن فإنه يدعو بالدعاء. نعم. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ثم يدعو بالدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة من شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم أدت عمرة عنه، فهل فعلها هذا مشروع؟ وإذا كان فعلها هذا غير مشروع، المشروع الصلاة والسلام عليه وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم، وأما العبادات فله مثل أجر من فعلها. الرسول له مثل أجر صلاتك وعبادتك وصدقاتك، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دلك على هذا، قد قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فليس بحاجة إلى أنك تثوب للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات، لأنه له مثل أجرك بدون أنك تجعل له شيء، هذا جعله الله له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم هل يكون بعد الإقامة كما هو بعد الأذان؟ لا أعرف هذا، المعروف أنه بعد الأذان، بعد الإقامة ما يمديك، ما يمديك لو بغيت، إقامة ما بعدها إلا تكبيرة الإحرام، ولم أعرف أنه يقال بعد الإقامة، لكن المشروع أنك تقول مثل ما يقول المقيم تتابعه فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخلفاء الراشدون هم الأربعة المعروفون أم هو من خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح كما يقول بذلك بعض العلماء؟ الخلفاء الراشدون الموصوفون بالراشدين هم الأربعة، أما الخلفاء مطلقا كذا فكل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والعلماء ورثت الأنبياء. أما كلمة الراشدون فهي خاصة بالأربعة، وأيضا خاص بهم أن سنتهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم من الخلفاء فليست سنتهم من سنة الرسول، هم كسائر الناس. نعم. انسى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.